تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة فاكهة بطعم التشيز كيك. في ناس كتير في رمضان مش بتبقى عايزة تتأيد انها تاكل كنافة وقطايف بس، بيبقى عايزة تنوع، واحنا في حر والناس بتبقى عايزة تاكل حاجة يعني منعشة كده، والفاكهة طبعا فايدة جامدة جدا، وفي ناس بتعتمد، انا واحدة منهم، على الفاكهة لازم في خلال اليوم. طيب هنعمل ايه؟ وهقول لكم فكرة تانية لطيفة جدا برضو لو انتوا عايزين تدخلوا الكنافة في الوصفة دي. عندنا فانيليا، لبن مكثف محلى، قشطة علب، بسكوت مجروش ناعم خالص، كريمة مخفوقة او كريم شانتيه، جبنة كريمي بدون ملح، سكر حسب الرغبة طبعا، بس انا غالبا مش هحط سكر لاني هستخدم اللبن المكثف المحلى. الفاكهة اللي موجودة بقى عندكم، احنا هنستخدم فراولة وموز وخوخ وبرتقان وعنب، وهحط شوية مارشميلو ملون، لكن طبعا حسب الفاكهة اللي موجودة عندنا في البيت. الوصفة دي كمان نقدر نعملها بطريقة لطيفة جدا، ان احنا نستبدل البسكوت بالكنافة المتحمصة. اللي هي ازاي؟ بجيب الكنافة احطها في الفريزر ساعتين، انزلها على الكبة اضربها، بقت مفرومة ناعم، احطها مع الزبدة او السمنة او السمنة والزيت على النار، واقلب زي الشعريه كده لحد ما تبقى ذهبي، وممكن استخدمها في الطبق ده بدل البسكوت. هعمل ايه؟ هحط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الفانيليا، لبن مكثف محلى، بيتباع علب في السوبر ماركت، قشطه علب، جبنة كريمي بدون ملح وتكون في درجة حرارة الغرفة، يا مي وبعدين اقوم منزلة شوية كريم شانتيه. مي ازيك؟ أميرة. يا نورة، هو الأسامي ايه يا جماعة النهاردة؟ يا نورة يلا قولي عايزة ايه؟ أيمن من الفيوم، ازيك يا سيف؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ كويسة. عايزة تسألي على ايه؟ مهلبية قمر الدين. حاضر، عينيا. نحط كده يا جماعة هنا فاكهتنا كلها على بعضها. نحط بقى شوية بسكوت هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، أو كنافة مطحونة، مش مطحونة، مفرومة ومتحمصة، بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليها الفاكهة، برضو لطيفة جدا ومغذية جدا، وأنا شخصيا طبق من ده يبقى سحوري من غير أي إضافات. شوية مارشميلو، وممكن طبعا المارشميلو كمان تحطوه جوه، يعني تقلبوا شوية جوه معاه.